شكل غزو الفضاء تحديا استراتيجيا وسياسيا، وولد منافسة شديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة. في عام 1957 كان السوفييت أول من وضع قمراً اصطناعياً في المدار حول الأرض عبر سبوتنيك، وبعد بضعة أسابيع أصبحت الكلبة لايكا أول كائن حي يرسل إلى الفضاء، إلى أنها لم تصمد خلال الرحلة ونفقت. في عام 1961 كان رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين أول إنسان يدور حول الأرض، كما أصبحت الروسية فالنتينا تريشكوفا أول امرأة تسافر إلى الفضاء في العام 1963. وفي عام 1969 تمكن كل من نيل أرمسترونغ وباز ألدرين من المشي على سطح القمر بفضل مهمة أبولو 11، وتوجه التركيز نحو المريخ بعد هبوط المسبارين الأمريكيين فايكينغ 1 و 2 على الكوكب الأحمر عام 1976. وفي العام التالي انطلق المسباران فوياجر 1 و 2 في مهمتهما لاستكشاف النظام الشمسي. في عام 1981 بدأ عصر المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام، وقد طبعت هذه الفترة بكارثتي تشالنجر في عام 1986 وكولومبيا في عام 2003. وفي عام 1990 تم إطلاق التلسكوب هابل. في عام 1998 بدأت عملية بناء محطة الفضاء الدولية على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض، ما يسمح بإقامة طويلة المدى في الفضاء. في عام 2001 لم يعد الفضاء حكراً على مجالي الدفاع والعلوم فقط، فقد استطاع الأمريكي دينيس تيتو الاسترخاء في محطة الفضاء الدولية كأول سائح إلى الفضاء. ومنذ بداية القرن 21 أصبحت شركات خاصة كسبيس إكس وبلو أوريجين وفيرجن جالاكتيك شريكة في استكشاف الفضاء. في عام 2021 أطلقت جيمس ويب أشد التلسكوبات الفضائية تعقيداً وقوة على الإطلاق، وبقي المريخ الهدف مع هبوط مركبة ناسا بيرسيفيرنس في فبراير 2021. في عام 2022 انطلقت وكالة ناسا مع سبيس إكس لغزو القمر بمهمة أرتميس 1، وفي العام نفسه انتهى الصينيون من بناء محطة تيانغونغ الفضائية.